الحظ. صباحكم طاقة تفاؤل في صبحية نهار اليوم اللي نتمنى لكم كان الخير والسعادة الكيفة الأبراج الفلكية ويعيني على الطاقة اللي يتمتع بها برج الحمل هو راهو ميرا فما منصب جديد انطلاقة الخير وأجواء الحب منور حياتك والطاقة الكبيرة زادة باش تكون موجودة لبرج الثور فما تحسن وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل وحضرنا روحك للمفاجآت في نهار عيد ميلادك والأحداث الجديدة بالنسبة لبرج الجوزي ممكن تتعرف على وجوه جديدة راهو عندك الدعم المهني المستقبل القريب زادا يوعدك بأحداث مهنية هامة والفيل الزين باش يكون من نصيبك وسي السلطان اللي هو سرطان على قريب عنده خبير ممكن الزواج بالبند العريض راهو صيف 2022 يوعدك بالحظ الكبير عاطفيا نتعدي ونحن للأسد اللي يتمتع زادا بالحظ المزيان هو وباقي الأبراج النارية كيف كيف وقت نقوله نحن الأسد اللي يتميز بالطموح والرغبة الكبيرة في تحقيق أحلامه راك تحقق إنجاز مهم عرفت كيفاش ترتب أولوياتك والأيامات الجاية توعدك بحظوظ مالية والعذراء يميرة راهو عنده نجاح والأحداث الزينة هي راهي فرصة استنيتها من زمان اليوم راهي حظوظها كبيرة فما تحسن كبير في أوضاعك المالية والميزان عنده الترقية المكافئات زاد المالية عنده الفلوس اللي إن شاء الله تكون من نصيبه العقرب تغييرات إيجابية على الصعيد الصحي فما زاد منصب جديد راك قادر على المهمات الصعبة وإن شاء الله يا ربي الحظ حليفك القوس هي راهي ميرة فما أخبار حاسمة ومشجعة عنده انفراج ويتقدم خطوة على الصعيد المهني والجدي زاد راهو عنده زواج نعم كيف وكيف السرطان عنده زواج علاقة جدية وتتسهل أموره الشخصية هي راهي حظوظ كبيرة نهاية اليوم كله أحداث ممتازة واتصالات مبروكة الدلو نحب يراهن على نهار اليوم راهي الفرص بين يديك وين تعيش زيد برشة برشة سعادة ونختمو حاليا مع الحوت وقت نقوله الحوت ميرا اللي هو حوتنا الرومانسي راهو عنده قرارات هامة هي زيد قرارات راهي باش تفرضها حاليا الأحداث والفترة هذه تحكي على وعود عاطفية كبيرة دقيقة حظ